الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يدخلنا مدخلهم ويوردنا موردهم فهو ربنا وهو ارحم الراحمين. اما بعد معاشر الصالحين والصالحات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله عز وجل سبحانه جل في علاه خلقنا ورزقنا واستخلفنا في ارضه ولم يتركنا هملا فبعث لنا من رحمته انبياءه ورسله عليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم ليدلونا عليه فعرفونا به سبحانه وتعالى. وذكرونا بعهدنا معه بان نعبده ولا نشرك به شيئا. وجعل يرسل لنا رسولا بعد رسول ونبيا بعد نبي الى ان اكتمل البناء لهذا الدين المبارك بخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. وكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرات مجموعه من الامور سطرها علماؤنا بما بلغهم من الاحاديث الصحيحه الثابته عنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فكان من معجزاته ما يقرأ يقراه العبد في تفسير سوره القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر. وكان من معجزاته ان فار الماء من بين اصابعه الشريفه صلى الله عليه وسلم. كان من بين معجزاته ان تكاثر الطعام بسبب دعائه عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن هذه المعجزات انما هي معجزات مرئيه ماديه خرق, خرق الله عز وجل بها قوانين ماديه كان الناس قد تعاهدوا عليها مثل ما وقع مع سائر الانبياء والرسل قبل كما ان عيسى عليه السلام يحيي الموت باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص باذن الله ويخلق للناس من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون, فيكون طائرا باذن الله وكما كان مع موسى عليه السلام من الايات التسع التي اتى بها فرعون وقومه، وكما كان مع صالح عليه السلام اذ اخرج الله عز وجل له الناقه من صلب الصخره، وغيرهم من الانبياء والمعجزات التي ما ان مات النبي الا وذهبت معجزته مع قومه الذين راوها وحضروها. النبي عليه الصلاه والسلام ايده الله سبحانه وتعالى اما اثباتا للحجه على الكافرين واما زيادة في تثبيت قلوب المؤمنين الذين كانوا معه في ذلك الزمان. بوفاه النبي عليه الصلاه والسلام صارت الامه الى قيام الساعه محتاجه الى معجزه تراها في كل جيل وفي كل حقبه. المعجزات التي مضت لا يمكننا ان نراها اذ لم تكن هناك الات لتصويرها وتوثيقها بالشكل الذي نحتاجه الان. فكان من حكمه الحق سبحانه وتعالى أن جعل لهذه الأمة معجزة لا تثبت فقط صدق نبوة نبيها صلى الله عليه وسلم، لكنها تثبت ما عليه المسلمون من التوحيد لله سبحانه وتعالى. هذه المعجزة هي التي تعلمونها الآن كلام الله عز وجل القرآن الكريم. هذا الكلام الذي حتى لو استفضنا للساعات الطوال والمحاضرات المتتالية لن نوفيه حقه هذا بشهاده الله عز وجل اذ قال في خواتيم سوره الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال سبحانه وتعالى في سوره لقمان ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمه الله لذلك نقتصر على اشارات خفيفه فقط لنتذكر نحن وإياكم أهمية القرآن الكريم في حياتنا كمسلمين وفي حياة البشرية كلها ذكر الله عز وجل عن القرآن الكريم مجموعة من الأوصاف ابتداء وصفه أنه كلامه قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استأجارك ف... في استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ثم ابلغه مامنه. كلام الله عز وجل هذا معجز في لفظه ومعجز في معناه انتقل الينا بالتواتر اي نقلته جماعه عن جماعه عن جماعه مما يدل على استحاله كذب طبقه على اخرى. وهذا الكلام المعجز في لفظه ومعناه المنتقل الينا بالتواتر نزل به الروح الامين وهو جبريل عليه السلام من لدن رب العزه والجلال على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جاءت مجموعه كثيره في القران الكريم من اوصاف هذا الكتاب المبارك فسماه الله عز وجل القران وسماه الكتاب وسماه الفرقان وسماه الذكر وسماه الهدى وسماه البيان وسماه الايات واطلق عليه مجموعة من الاوصاف. اتوقف مع حضراتكم في هذه الحلقة مع وصفين اثنين يهموننا ان شاء الله تعالى حتى نثير فيكم ذلك الفضول للذهاب للنهل من القرآن الكريم وتتبع آثار اوصافه حتى يفتح باب التدبر امام الامة من جديد لاننا مخاطبون بباب التدبر قال الحق سبحانه وتعالى منبها على هذا الامر الضروري والواجب والذي في تركه اثم عياذا بالله، قال تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. قال سبحانه وتعالى في خواتم سوره الشورى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. الله عز وجل في خواتم سوره الشورى تكلم عن القران بهذين الوصفين ووصفه بهما. قال: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فسماه روحا من امره. وقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نتوقف ان شاء الله تعالى مع هذا الوصف الاول وهو وصف الروح. نرجع الى الروح التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى والتي كانت موضع سؤال المشركين المشركين الكفار في قريش في العهد المكي جعلوا يسالون النبي عليه الصلاه والسلام مجموعه من الاسئله التي اشار عليهم بها اليهود من المدينه المنوره قالوا لهم اسالوا هذا الرجل الذي يدعي النبوه اسالوه عن فتيه كانوا في الزمن الغابر كان من امرهم عجب واسألوه عن رجل ملك الدنيا وجابها شرقا وغربا وعمرها بالعدل واسألوه عن الروح فإن أجابكم لهذه الأسئلة فهو نبي وإن لم يجيبكم فهو كذاب فافعلوا فيه ما شئتم فأتى كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام يتحدونه يتحدونه بهذه الأسئلة الثلاث فحتى نختصر الكلام بعدما أنزل الله عز وجل الوحي على نبيه بصورة الإسراء وصورة الكهف كان في سورة الكهف عن الفتية قصة أصحاب الكهف وكان الجواب عن الرجل الذي ملأ الأرض عدلا وجابها شرقا وغربا هو ذو القرنين جاء أيضا ذكره في سورة الكهف لما سألوه عن الروح جاء الجواب في سورة الإسراء بقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من امر ربي فكما ان الروح من امر الله عز وجل فالقران الكريم قال عنه الحق سبحانه وتعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. يلقي الروح من امره والايات تتعدد التي يصف فيها الحق سبحانه وتعالى القران انه روح من امره. حتى نفهم قضية الروح هذه وعلاقتها بالقرآن الكريم نرجع إلى ما تشكله الروح بالنسبة للجسد سنعلم ما يشكله القرآن بالنسبة للقلب الروح بالنسبة للجسد نرجع إلى أصلها وما نفخ في آدم عليه السلام لأن أول مظاهر التكريم كما ذكرنا في أول حلقة أن الله نفخ فيه من روحه آدم ذكر الله عز وجل اصل خلقته فتكلم عن التراب ثم اختلط التراب بالماء فكان طينا فكان الطين طينا لازبا ثم بعد ذلك يبس الطين فس فكان صلصالا ثم لما صار له صوت اذا ضرب عليه كان كالفخار فهذه المكونات التي هي طين وماء هي مكونات من مج مكونه من مجموعه من الامور التي تكون هذا التراب الذي هو في الارض والحديث تعلمونه بفضل الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى امر جبريل فاتاه بقبضه من كل تراب الارض فكان منها تشكيل ادم عليه السلام. هذا التراب وهذا الطين وهذا الصلصال التراب الممزوج بالماء لا عبره به ما دامت كل مكوناته متناثره حتى لو جمعتها ظاهرا وشكلا ف ما تنفك أن تحاول الرجوع إلى إلى أصلها لما نفخ الله عز وجل الروح في آدم عليه السلام أول خصيصة قامت بها هذه الروح أنها جمعت هذا التراب بعضه على بعض فجعلت منه كائنا واحدا متماسكا منسجما فيما بينه المظهر الثاني لأهمية الروح بالنسبة لهذا الجسد هي أن هذه الروح تجمع قلنا المكونات على بعضها وتجعل منه مخلوقا مكرما، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ملائكته بالسجود لآدم إلا بعد أن نفخت فيه الروح. فقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا لما جاءت نفخت الروح في آدم جمعت عليه خلقه وجعلته مكرما اي ان من افضل المخلوقات التي هي الملائكه سجدت له طبعا سجود طاعه لله وليس سجود عباده لادم في ذاته فكذلك هذه الروح كما جمعت اشلاء جسد ادم على بعضها فهذه الروح تجمع ايضا الروح الثانيه اللي هي القران الكريم تجمع على العبد امورها اموره كلها في قلبه. النبي عليه الصلاه والسلام كما صح عنه عند بعض اصحاب السنن انه قال: من اصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يكن له من الدنيا الا ما قدر الا ما قسم الله له. لكن الاخر الذي يعيش بالقران الكريم الذي يذكره بالاخره قال عنه عليه الصلاه والسلام: من كانت الاخره همه او من اصبح والاخره همه. جمع الله عليه امره. لا يعيش الشتات لا في ذهنه لا في فكره لا في وجدانه جمع الله عليه امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. القران الكريم يجمع على العبد اموره كلها فلا يتشتت قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الذين تشتتت قلوبهم عباده لاوثان متفرقه من دون الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون اي انه رجل، المثال هو هذا، رجل مملوك عبد عند شخص اشتراه بماله فهو يخدمه. لكن الذي اشترى هذا العبد ليس شخصا واحدا، انما اشتركت فيه مجموعه من الرجال. طبعا كلهم يريدونه ان ياتمر بامرهم فالاول يعطيه الامر الف والثاني يعطيه الامر باء والثالث يعطيه الامر جيم والرابع يعطيه الامر دال وهكذا هذا العبد لا يستقيم امره ويستحيل ان يكون هذا العبد يشبه عبدا اخر العبد الذي جمع الله عز وجل عليه امره قال ورجلا سلما لرجل اي رجل اشترى رجلا عبدا مملوكا يامره وينهاه لكنه لا يأتمر الا بأمر شخص واحد فهذا امره ايسر بشكل كبير من الاول ولله المثل الاعلى فمن كان امره ونهيه وفق امر الله عز وجل وحده فهذا يعيش السعاده كلها هذه السعاده التي تكلمنا عنها انما تاتت بسبب القران الكريم الذي يدل العبد على ربه وعلى السير اليه على وجه الذي يرضيه هذا فيما يتعلق بالشخص الواحد إذا نفخت فيه روح القرآن كما أن الروح الأولى نفخت فيه فأعطته الحياة فالقرآن الكريم إذا نفخ فيه يعطيه الحياة الطيبة "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" إذا الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية هي التي يعيشها الإنسان الذي يسير وفق منهج القرآن هذا لا يقتصر فقط على الافراد لكنه متعلق بالجماعه كلها اي جماعه امه الاسلام والمسلمين. ذكرنا مثلا بالروح والجسد ونرجع الى نفس المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثالا للامه قال عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الجسد الذي ضرب به النبي عليه الصلاه والسلام المثل جسد متالف فيما بينه كل اعضائه تحس ببعضها ان تالم ظفر اصبع قدم احدنا فان الراس يتداعى لذلك الاصبع ويتعاطف معه كيف؟ بقضيه الحمى وقضيه السهر وقضيه الوجع لكن هذا الجسد الذي تداعى اوامره او يتداعى لاوامر كل اعضائه هو الجسد الحي فقط اما الميت فهذا لا يحس الجسد الميت لا يحس بشيء حتى لو قطعت اطرافه فهو لا يحس بها جسد الامه لا يمكن ان يحس بهذا الالتحام والترابط والتعاطف فيما بينه الا اذا كان جسدا حيا متماسكا. ولا يمكن للامه ان يكون جسدها حيا متماسكا الا اذا نفخ في هذا الجسد اذا نفخت فيه الروح. ما هي روح الامه؟ روح الامه هي القران الكريم. جعل الله عز وجل لهذه الامه روحا يعيش به او يعيش بها جسدها. الله سبحانه وتعالى لما أمر برحمته سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبث هذه الروح في الأمة كل من قبل كل عضو من هذه الأمة قبل أن تبث فيه هذه الروح فإنه يقوم لهذه الأمة آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مؤيدا مصلحا مزيلا للفساد والإفساد إلى غير ذلك من المسؤوليات التي تقع على عاتق الإنسان المسلم انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه رجل راعي للغنم فتى صغير نحيف في بدنه حتى ان دقه ساقيه كانت مدعاة لضحك اصحابه لكنه رضي الله عنه وارضاه كان لما نفخت فيه روح القران الكريم كان من اشجع الصحابه اول ما اسلم وتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام شيئا من القران الكريم قرأ عليه النبي عليه الصلاه والسلام سوره الرحمن فقال رضي الله عنه: والله لاصدعن بها بين اظهرهم فذهب الى صحن الكعبه وجعل يتلو القران يجهر به ويقول: الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، ويرتل الايات حتى اجتمع عليه كفار قريش فضربوه حتى اغمي عليه. بمجرد ان استفاق ما قال: لن اعود لهذا، لقد أذيت في هذا الباب، لن ارجع اليه، لا. عاد الى صحن الكعبه فضربوه حتى اغمي عليه وكررها مرارا. عبد الله بن مسعود لم يكن شيئا مذكورا في العرب قبل ان تنفخ فيه روح القران الكريم. قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام: من اراد ان ياخذ القران غضا طريا فليقرا بقراءه ابن ام عبد وهو عبد الله بن مسعود. عمر بن الخطاب شاب جلد لكنه يعاقر الخمر يخرج كل وقته في مسائل يعني يمضي وقته جله او كله في امور لا تعود عليه بالنفع لما نفخت فيه روح القران الكريم صار مثالا للرحمه ومثالا للعدل رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر الصديق سعد بن ابي وقاص ابو عبيده بن الجراح وقس على ذلك كل اعلام الامه ابتداء من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر رجل من الصالحين المصلحين سيكون على وجه الأرض كلهم لم يكن أحد يأبه لهم لكن بمجرد أن تلقوا القرآن الكريم روحا نفخت في قلوبهم كان لهم الشأن العظيم كذلك الأمة كلها الآن نرى أن الأمة مقسمة مشرذمة كل يعني يحاول أن ينتزع لنفسه جزءا يزعم أنه لو انفرد به فسيكون شأنه شأنا عظيما وهذا والله من من الغلط والخطا المبين، انما الامه عزتها وقوتها في التلاحم فيما بينها ابتداء من نقطه الانطلاق الحقيقيه وهي نقطه القران الكريم. الان الامه اعضاؤها كل عضو يضرب في مكان معين، لكن لماذا لا يحس الجسد ولا يتداعى الجسد اي جسد الامه لما يقع في اعضائه؟ لأن هذا الجسد قابل قبل أن تخرج منه روح القرآن الكريم، خرجت الروح صار الجسد ميتاً حتى لو آذيت الأعضاء فإن الجسد لا يحس بالألم. الوصف الثاني وبه نختم إن شاء الله تعالى هذه الحلقة هو وصف النور فإذا نفخت الروح في الجسد وقام الجسد أراد أن يسير عليه أن يبصر مواقع قدميه. فين أضع القدم ديالي باش نمشي بشوية بشوية سير طيب حثيث الى الله عز وجل. هذا السير لا يكون الا والعبد يرى ويبصر موقع قدميه والامه ترى وتبصر مواقع اقدامها. متى يكون هذا؟ اذا كان عند العبد من النور ما يكفي ليسلطه على الطريق حتى يبصر مواقع الاقدام. النور هنا نوران نور يكشف به العبد ما بقلبه من الخبايا والدسائس والأمور الخبيثة التي لا يرضاها الله عز وجل لعباده الصالحين فيسلط ذلك النور الكاشف هو القرآن الكريم أي بتلاوته وتدبره ويسأل نفسه عن الآية الفلانية هل هذا الوصف توصفت يعني في هذا الوصف هل هذا الأمر الخبيث هل أنا تلبست به هل هذا الأمر الطيب هل أنا تخلقت به وهكذا فيزيل كل الشوائب من قلبه فيصفي توحيده وايمانه وتوكله على الله عز وجل. ثم اذا صفى له قلبه وتوحيده وايمانه وتوكله على الله عز وجل جعل هذا النور مسلطا بين يديه فيكشف لنفسه الطريق ويكشف لاخوانه الطريق فيكون نورا في ذاته ونورا في امته، قال تعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال سبحانه وتعالى: "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور" وقال تعالى قبلها: "يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم". هذا القران الكريم من اعظم المواطن التي يتلى فيها هو محراب الصلاه. الصلاه وهي ام العبادات بعد التوحيد التي ارتضاها لنا سبحانه وتعالى. ما هي أهمية الصلاة بالنسبة للمسلم؟ هل يمكن للمسلم أن يعيش بدون صلاة؟ هل الصلاة لا زالت تنفع الإسلام والمسلمين الآن كما انتفع بها المسلمون الأوائل؟ هل الصلاة مجرد حركات يمكن أن يستغني عنها العبد ويقوم بها في دار للرياضة أو صالة للتمارين البدنية؟ أم هي أعمق وأسمى؟ وأقرب لي الله عز وجل من ذلك إن يسر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء فنتطرق لهذا الأمر في حلقتنا المقبلة بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank mm -hmm. you.